انا كنوريهم لي فيديو ديالي وكنقول لهم انا ماشي هو هذا الشخص هذا، انا هذا ما عارفوش شكون. كيقول له بنادم زعما داكشي درتي على ود الباز ولا ما يمكنش انني نشتت انا الشمل ديالي كامل على ود جوج دريال. ومشيت عند اطباء بزاف حتى اللي تشخصات الحاله ديالي بلي راني كنت مريض نفساني، بلي داك المرض راه مرض نفساني هو اللي وصلني لذاك الحال. كنقول انا كيفاش شنو الذنب ديالي اللي درت باش يجي لي هذا المرض هذا يخرج لي على حياتي كامله، جا هذا المرض هذا وخرج لي على كلشي، دمر لي كلشي. كنت مفتخر ندخل للحبس ونخرج ندير البوز ونخرج نكمل في داك التخربيق. رجع ليا واحد التاني بالضمير بشكل كيجيني في عقلي داكشي اللي كنت كندير، كنقول ويلي واش انا درتو. السلام عليكم، معكم اسامه. كما تعرفتوا عليا زوج سليمه اصغر كوبل. صراحه هاد الغبره كامله كانت بسبب المرض، حيت خرجت في واحد الحاله راه ما غاديش تقدر تصورها، وعاشوها معايا غير الناس اللي كانوا قراب ليا اللي شافوا داك الحاله اللي كنت فيها. خرجت ما كنهضرش كاع، وبحال رجع ليا واحد التاني بالضمير بشكل كيجيني في عقلي داكشي اللي كنت كندير، كنقول ويلي واش انا درتو، ويلي واش انا دخلت لهاد البلاصه، ويلي فين وصلت. ما تيقتش داكشي كاع، بالعكس فاش لقيت راسي وفاش جاني المرض، خصوصا فاش مرضت لداخل وجلست بوحدي، عاد بديت كنراجع راسي وكيرجع لي داكشي في بالي وكنقول ويلي. اما في الاول كنت تخيل معايا كنت مفتخر ندخل للحبس ونخرج ندير البوز ونخرج نكمل في داك التخربيق، ولكن مزيانه ليا هاد الدقه هادي والله الا بعدا عرفت شنو كنت كندير ورجعت للطريق. الصراحه فاش خرجت بعدا اغلبيه ديال لي فيديو ناسي عليهم، كيقول لي الناس شنو كنتي كدير شنو كنتي كدير، كيعطيوني لي فيديو نتفرج ليهم كنتصدم والله الا كنتصدم بعدا من داك الشخص بعدا كي كان، وكنتصدم داك الهضره اللي كنت قايل، داك الهضره ما كايناش كاع. كنت ما عارف شنو كنقول، شي حوايج اللي بلا وعي ديالي بلا شعور ديالي، كنت غير كنهضر غير كنلوح في الهضره. وهي الصراحه بنادم غادي يلومني وغادي يكرهني في داك اللحظه، ولكن داكشي ما درتوش بخاطري انا كاع. وما يمكنش انها كيقولوا بنادم زعما داكشي درتي على ود الباز، ولا ما يمكنش انني نشتت انا الشمل ديالي كامل على ود جوج دريال ولا على ود شي حاجه. مستحيل نكون انا داك الشخص. وهي راني ترفعت وزيد عليها، فاش كنت ترفعت غير عاطيها غير المخ ديرها زايد مرفوع وغير كنلوح في الهضره، والصراحه اديتها بزاف، ما بقى فيا الحال بزاف من داكشي اللي درت لها، وكنطلب منها السماحه بزاف بزاف من هذا المنبر هذا. الصراحه عاد كنرجع كنبقى نرجع سنين تالور كنقول شنو دارت لي هذه الانسانه هذه، ولكن انا بغيتها تفهم بلي داكشي راه ماشي لخاطري، ماشي اسامه الطبيعي اللي كان هكاك هو اللي دار داكشي، راه المرض اللي خرج لي على داكشي. صافي اسامه فاش بقى بوحديته بقى بلا اب بلا ام، صافي قرر انه يتزوج ويجيب شي وحده اللي غادي تعاونه وتوقف معاه وتنسيه في المشاكل وداكشي. وهي عارفاني كيفاش كنت في الاول، وعارفه راه اللي دوزنا ماشي قليل. ومن بعد قررنا اننا نخرجوا اليوتيوب، وتما بنت للناس، وكنت باين على طبيعتي باين اسامه كيفاش كان، وتخيل راه مده طويله وحنا بادين داكشي، حتى ما عرفتش شنو وقع الصراحه، تقلبت. تخيل كاين الناس اللي كانوا كيقولوا بلي هذا راه مريض، وكاين الناس اللي كيقولوا هذا راه تقلب غير على ود البوز ولا تقلب على شي حاجه. المشكل وقع ليا من مكناس، من داك فاش دحل حنا داك حفل الزفاف، موراها المشكل ديال اكادير. صافي تخيل معايا، غير رجعنا من اكادير صافي تما فين ولا اسامه واحد اخر، كان وقع شي صداع وجينا كنقول لها اجي نصوروا هذا الصداع، ما بغاش تصور وما عرفتش جعرت، بديت داك الفيديو راه كاين كيفاش كنت كنتعامل معها، تصور معايا بالسيف وكنغوت عليها وداك الشيء. صافي من تما ترفعت تبدلت، بديت غير كنخرج الفيديوهات، راك شفتوا داك الفيديوهات هذوكم كيف كنت كندير. وي كانوا بزاف ديال الناس، ولكن كنا بجوج كنتجاوزوا كل شيء وكنا قادرين على كل شيء. الصراحه كنت كنشوف لي كومونتير، ولكن ما كنظنش، لانه فاش خرجت مشيت ما عرفتش ما متاكدش 100%، مشيت عند الرقاه، مشيت عند بزاف ديال الحوايج، ما بانوش عليا شي اعراض ولا شي حاجه. ولكن فاش مشيت عند الطبيب النفساني ومشيت عند اطباء بزاف، حتى اللي تشخصات الحاله ديالي بلي راني كنت مريض نفساني،
بلي داك المرض راه مرض نفساني هو اللي وصلني لذاك الحال. في الاول كانوا كيشخصوا الحاله ديالي غير كاكتئاب حيت ما كنتش كنقدر نهضر. في التالي فاش وليت خرجت لي الهضره وكنعرف نعبر صافي وليت انا كنوريهم لي فيديو ديالي وكنقول لهم انا ماشي هو هذا الشخص هذا، انا هذا ما عارفوش شكون، وهذا وهذا الشخص هذا اللي خارج دابا كنقول لهم ما كان ماشي هو الشخص الطبيعي. صافي من بعد تما قالوا لي راه كتعاني من ثنائي القطب، وبداو كيشرحوا لي كيفاش كدير شي حوايج باللاوعي ديالك، ومن بعد كيجيك الاكتئاب وعاد كتولي تندم على داك الشيء، ولا ما خديتيش الدواء كتبقى هكا طالع هبط، كترجع لديك الحاله وكتولي تهبط الاكتئاب، طلع الهواء وترجع الاكتئاب. ضروري ومدى الحياه اللي خصني متبيت اللي غادي ما يطلعني لفوق ما يهبطني لتحت. صراحه انا سولت الطبيب نفس السؤال، قلت له زعما شنو اللي خلاني نوصل لهذه الحاله. قال لي الاغلبيه ديال هذا المرض هذا كيكون وراثي ياك، ولكن بدا كيسولني على الطفوله ديالي، كيقول لك حتى الا تعانيتي بزاف من الصدمات من الطفوله ديالك يقدر توصل لهذه الحاله هذه. وبدا كيسولني على كيفاش عشت الطفوله وشنو كان، وقال لي غالبا هذا المرض هذا من هذه الصدمات اللي كنت عشتيهم. الطفوله ما تبغيها حتى شي واحد. كنا عايشين غير بثلاثه بينا، انا والاب ديالي والام ديالي. الاب ديالي توفى مقتول كان على 14 العام، موراها داز عامين توفات الوالده بالسرطان، ولقيت مشاكل مع العائله وداك الشيء، وقررت انني نعيش بوحدي وداس عليا وتكرفص ديال بصح. الوالده ديالي خلاتني على 16 عام صافي من تما، وانا بوحدي. وما دار داك الساعه لقيت حدايا غير الدياب، ما عرفتش فين نمشي، ما عرفتش فين نتجه كاع. لا العائله ديال امي كيحرشوني العائله دبا، والعائله دبا كيحرشوني العائله دمي، وانا ما عرفتش فين نرد الطريق. ما كنتش عارف شكون اللي غادي يحن فيا، ما وصراحه كما قلتي ما لقيتش اللي يحن فيا. تما فين لقيتها، والصراحه ارتحيت بزاف معاها. وتخيل معايا فاش تزوجنا وداك الشيء، بحال نسيت داك الشيء كامل، نسيت داك الشيء اللي داز عليا، وكنا عايشين بخير. وفاش جدنا الولد، خصوصا فاش جدنا ادريس، عرفتي واحد النور بحال شي حاجه ضوات ليا في حياتي. تخيل معايا دابا عقلي موحشو ياك، ولكن فاش كنتفكروا زعما ما عنديش شي احساس، ماشي بحال شحال هذه فاش كنت طبيعي انني يعني غنتفكر ولا غادي نوض نبكي عليه ولا شي حاجه. حتى هاد الدواء اللي كناخذ كياثر عليا من هاد الجهه هادي، خصوصا انني فاش حسيت براسي كنولي لاباس شويه صافي عرفت الذنب اللي داير وداك الشيء. وصونيت عند العائله ديال الزوجه ديالي وطلبت منهم السماحه، وحتى هما هضروا معايا بواحد الطريقه اللي زوينه بزاف ما كنتش انا متوقعها، وقالوا لي ولدك ما نحرموكش منه، اجي شوفو. مشيت لتما على اساس انني باش نشوفو باش نطلب السماحه وباش نرد الزوجه ديالي، وقسم بالله ما ظنيتش غادي يستقبلوني هكاك من بعد هذه الحاله اللي درت كامله. وبديت كنشرح لهم المرض ديالي، وانا بزز باش كتخرج ليا الهضره، وكنقول يا ربي غير يفهمني شي واحد. والاب ديالها كيقول لي حنا مسامحين لك، واخا تكون داك الشيء زعما دايرو غير طايش حنا مسامحين لك. وانا كنقول له لا، راه داك الشيء بسبب المرض، باغي نقنعه باي طريقه بسبب المرض. كنقول له غير يلا تمشي معايا للطبيب تسمع. قال لي يا ولدي انا مريض وما كنمشيش للطبيب، كي غادي ندير نمشي معاك هكا. وقنعت واحد الاخ ديالها الله يجازيه بخير، قال لي نمشي معاك للطبيب ونسمع هذا الشيء اللي كاين. وصافي من بعد ما مشيت الاب ديالها قال لي مورا العيد رجع، مورا العيد ان شاء الله ويكون خير، يعني في الموضوع ديال نرد ولدي ومراتي. وما لقيتش اللي يمشي معايا مورا العيد، ما لقيتش شي واحد اللي غادي يمشي معايا. سولت فيهم، ولكن كان مورا العيد زعما كان قال لي الاب ديالها انك تجي وتجيب معاك العائله ديالك باش صافي تصالحوا وترد مرتك وولدك، ولكن ما لقيتش اللي يمشي معايا. توحشتو بزاف وتوحش مرتي، وصراحه داكشي اللي داز عليها حتى هي راه ما تبغيش العدوك صراحه، اديتها بزاف، ولكن كنبغي نقول لها راه انا ماشي هو داك الشخص اللي اداك، وهي راه عارفه اني كي داير. والصراحه ما كنلومهاش على داكشي اللي دارت، حيت ما انا وكان عرفتني راني مريض ما كنظنش غادي توصلني لديك المرحله هذيك، وكنطلب منها السماحه بزاف بزاف. وخصوصا انه داكشي اللي خرجت به كنقول وكنتفرج في داكشي اللي كنت كنقولو ما كاينش كاع، ما يعلم الله حتى هي النفسيه ديالها كي غادي تكون ولا داكشي ما كاينش. انا كنتفرج فيه وكنتصدم، كنقول كيفاش خرجت انا هاد الهضره، ما يمكنش انا نقول هاد الهضره كاع. كنقول انا كيفاش شنو الذنب ديالي اللي درت باش
يجي لي هذا المرض هذا يخر لي على حياتي كامله. بعد ما كنقول زعما ها هي حياتي تقدات والامور تقدات، من بعد جا هذا المرض هذا وخرج لي على كل شيء، دمر لي كل شيء. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.